بدك مني؟ لا سلام. اصحى عمو، اطلع اطلع. قطاع الحكم المحلي من اجمل القطاعات اللي الواحد ممكن يعمل فيها في الوطن. خلي بس اعمل غرفتين بفراح، خلينا الزلمه بيقول لي عامل الحمام فيهم بدي ايه؟ انا لغايه الان مش فاهم، مش فاهم شو ستي بلد من سوتا بس تيت اوف تون فازن سكيل. يعني انت حطيت سلوجن؟ لا لا أوكي. لا وحده منهم والله. هاي شغل ميسي ما زبطت. وصلنا لخمسه في العد، بينزلوا عمليه الانزال بتصير عن الاسطح. انا رئيس بلديه فيك يا عالم، اقسم برب العالم، واللي مش عاجبه طف. هذه بابليك راحة. انه اليوم في خطاب وراح يعلن، راح يتطرق لهذا الموضوع. راح يعلن ايش؟ بدنا نشوف شو بصير الليلة، بدها تقوم الدنيا شو. I'm not quite sure that everyone can imagine what difficulties you face as a mayor in Palestine. We don't have our own currency. We cannot visit Jerusalem. We are surrounded on all sides by Israeli settlements. كل مرة عم بزور فيها مدينة من المدن الصديقة عم بشعر قديش إحنا بإمكاننا نعمل أشياء إحنا مش قادرين نعملها. Very long day. يعني احنا مفترضين انه العالم كله مش عم بينام الان علينا. يا زلمه احنا ما حدش بهذا البربيج ما بينفع. هي كل سنه نفس الفوضى ونفس القصه. سيف البرديج هنا على البرديج. تطلعش انت، تطلعش انت، تطلعش. هذه الارض لنا وكل محاولاتكم. Maybe I have to say it in other words. It's about dignity.